ما شاء الله تبارك الله، هذه لقطات حلوة بعد استخدام خلطة وجه الشرقية. اليوم التاريخ 26/8/1439، يوم السبت يا شباب. شوفوا هذا الجوز تقريبا الحين لربع ساعة هو يفحل في النافية، ما شاء الله واخذوا اللي هي المسخنة بيت لهم. من ساعة شوف النافية تدخل وتطلع، فجمع أكثر من مرة الذكر، فإن شاء الله عن قريب أوريكم البيض في نفس المكان. شوفوها هذه علامة التزاوج، وزي ما علمتكم شفت الذكر يفحل في النافية يا شباب. ما شاء الله زي ما علمتكم، الله تبارك الله. شوفوهات حشرها في زاوية يا شباب، هذي بعد استخدام خلطة ولد الشرقية. والله من ساعة قاعد يفحلها، ما شاء الله خلطة ولدي الشرقية ممتازة جدا مع طيور عصافير الحب، جابت نتيجة يعني ما شاء الله. هذه بعد استخدام خلطة ولدي الشرقية، مرحبا مليون بولدي الشرقية والله، مرحبا. هذه بعد استخدام